ينضم إلينا من أربيل كاظم الياور الكاتب والباحث السياسي. سيد كاظم أهلا بك معنا. بداية لو تساءلنا ما شكل التعاون الذي ينتظر اليوم بين العراق ومصر بعد توقيع هذا العدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، وأحييكم وأحيي سادة مشاهديكم الكرام. أهلا بك. طبعا العراق لديه استراتيجية بعيدة المدى عندما ينطلق من الدستور العراقي، وهو جزء فعال ومؤسس للجامعة العربية. وعراق لكي يكون دولة محورية في ضمن المنظومة العربية لابد أن يتعامل ويتدرج في هذا التعامل مع دول مؤثرة ومحورية ضمن الجامعة العربية وفي محيط العربي، ومصر يعني خير مثال على هذه المحورية في هذه المجال. ليس فقط علاقتنا المحورية واستراتيجية مع مصر في جوانب التجارية فحسب، بل علاقتنا تمتد إلى ملفات أكبر من علاقات التجارية ودبلوماسية، بل نحن نريد شراكة استراتيجية قوية مع مصر لكي ننهض بالأمة العربية والإسلامية، ولكي تكون هذه الأمة أمة فاعلة ومؤثرة في محيط الإقليمي وحتى في محيط الدولي. إذن العراق ومصر لابد أن يكون بينهما هكذا استراتيجيات السياسية والاقتصادية وحتى أمنية لكي ينعم المنطقة باستقرار والتنمية المستدامة لكلا الطرفين وكذلك لشعوب المنطقة. طيب سيد كاظم، يعني الآن عندما تحدث السوداني قبل ساعة من الآن تقريبا أو أكثر من ذلك في مؤتمره الصحفي مع رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي، أكد على أن العراق أصبح لاعبا مؤثرا وتأثيره مفيد للمنطقة كما قال، وليس عبئا أو مشكلة. برأيك ماذا قصد بهذه الفائدة التي مراد منها أو يراد للعراق أن يلعبها؟ يعني السيد رئيس الوزراء العراقي وهو عندما بالأمس حضر إلى مصر، هذه الزيارة المهمة أتت بعد إقرار ميزانية انفجارية في العراق لمدة 3 سنوات. العراق أصبح لديه إمكانيات اقتصادية وكذلك بمنظور السياسي اليوم يتعامل مع فعاليات سياسية سواء كانت على مستوى الخليج وكذلك على مستوى الجامعة العربية، ولديه تواصل مع المحيط الدولي. يعني العراق اليوم يفكر أن يكون يربط ما بين الشرق والغرب، وهناك مشاريع استراتيجية قادمة من الأراضي العراقية يكون جسرا بين العرب وأوروبا والغرب بشكل عام. فإذا هذه الإمكانيات العراقية بحاجة إلى تبادل خبرات والاستشارة الدولية، خاصة مصر لديها كذلك هذه المجال الحيوي قناة السويس وغيرها. فعراق مقبل على إنشاء بعض ميناء الفاو الكبير وطرق تجارية أخرى معروضة على العراق بشكل من الدول الكبرى كالصين وغيرها، طريق الحرير وطريق التنمية. فنحن لا نريد أن نتقاطع مع أي دولة في المحيط العربي خاصة، بل نريد التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني. فعراق بحاجة إلى جهود مصر في كل هذه الملفات التي ذكرتها، وكذلك مصر بحاجة إلى العراق للتكامل الاقتصادي والسياسي والأمني في المنطقة. نعم، من أربيل كاظم الياور الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.